يمضي للمجد على ثقة، ويسير بهدي القرآن، يدعو للسلم وينشده ويراعي حق الإنسان. قطر يا أحلى الأوطان، قطر يا أغلى الأوطان، قطر يا أحلى الأوطان، يا أغلى الأوطان، قطر يا أحلى الأوطان، قطر يا أغلى الأوطان، قطر يا أحلى الأوطان، يا أغلى الأوطان. قطر تسري بك كلمة قطر. أبنائي راشد ناصر نورا لولو، ويا كل الأبناء يا جيلا يسعى للعلم في ساح العلم المعطى، ما أسهل تهجئة الكلمة لو ندرك بعض الخطوات، سنهجئها حرفا حرفا من غير عناء أو هن، أسهل تهجئة الكلمات لو ندرك بعض الخطوات، نذكرها لا نخطئ فيها، نكتبها في يسر وثبات. لولو قومي ثم أجيبي، ما تهجئة حروف نجاح، حروف نجاح، حروف نجاح، حروف نجاح، حروف نجاح، حروف نجاح، حروف نجاح يا إخوان، نون جيم ألف حاء، نتهجأها نتمناها في التعليم صباح مساء. حروف نجاح يا إخوان، نون جيم ألف حاء، نتهجأها شكرا لولو، هي تهجئة حقا حلوة، من يتهجأ كلمة وطني؟ أنا أمي، لا أنا، أنا 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 أمي أنا.
بحلو الكلمات، ومهارتكم في النطق معا بصحيح الحركات. كم سرني إتقان التهجئة بحلو الكلمات، ومهارتكم في النطق معا بصحيح الحركات. أسعدني أن ألقى ولدي يتهجى الكلمات، لا يعرف صعبا بحروف لا يخشى الزلات. أسعدني أن ألقى ولدي يتهجى الكلمات، لا يعرف صعبا بحروف لا يخشى الزلات. أرجوكم حقا أبنائي أن تمضوا في طلب العلم، وتحلوا بصحيح الخلق، وتحلوا دوما بالعلم. أرجوكم حقا أبنائي سنمضي في طلب العلم، وتحلوا بصحيح الخلق، وتحلوا دوما بالعلم. ازدادوا علما معرفة، وسعوا للقمة بالقدوم، كي ننهض نسمو بالوطن، ونراه في فيض النعم. ازدادوا علما معرفة، وسعوا للقمة بالقدوم، كي ننهض نسمو بالوطن، ونراه في فيض النعم. ونرى قطرا أمجادا شامخة من بين الأمم، ونرى قطرا أمجادا شامخة من